نادي التهامي نائبه رئيس جهه الرباط سرى القنيطره، نحضر في هذا الملتقى العالمي للهجره والتنميه لطرح بعض القضايا التي تخص المهاجرين واخذ بعض التجارب من بعض الدول التي شاركت في هذا الملتقى، وكذلك ابراز التجربه المغربيه في هذا المجال، بحيث ان هناك توافد كثير من الافارقه بما يخص المهاجرين على المغرب. وأمس ببعض الورشات كان ينوه ويشيد بالتجربة المغربية فيما يخص هذه الهجرة.